يوم الأحد قام الرب في مجد باهر، شال عنه الآلام، حطم الموت القاهر، رد الإنسان الخاطئ، ألبسه ثوبه الطاهر. خف جيش العلياء في الأثواب البيضاء قبل الإصباح، شدوا صوت صداح يدعو الأرض والسماء كي تكرم الحي الفادي الظافر. ملك شميون حصولا خلدا احطينا آلوهن قابل كربون خن اترحم علينا باصلوته. الله معكم اخوتي بهالنهار المبارك ذكرى أيامة الرب يسوع بين الأموات، نطلب ومنصلي حتى نعرف نروح لعمل إيمان يلي الرب طلبه ويلي تجلى بحياة الرب على أرضنا وتجلى بحياة الرسل يلي آمنوا وصدقوا كلمات الرب، ونحن كمان على خطاهن عم نقدس عم نسعى كل واحد منا حتى يعيش إيمانه. نذكر اليوم بقداسنا كل أبناء رعيتنا وكل إنسان بهالعالم عنده شوق بقلبه ليتعرف على الرب حتى يؤمن أنه الله معه، حتى يؤمن أنه روح الله موجود فيه من يوم يلي تكون بأحشاء والدته. روح الرب هو اليوم يلي رح نتأمل فيه، مثل بيقلنا روح الرب علي مسحني وأرسلني. الله مسح كل أبناء هالبشرية، المهم نعرف نآمن ونوثق، وبنوع خاص نحن يلي قبلنا سر المعمودية علينا نحمل هالحقيقة هالخبر السار ونجسده حتى الآخرين يآمنوا بهالرجاء. نحط كلنا ويانا مع نوايا الكنيسة حتى ربنا يبعد هالبلاء بنعمته عن كل البشرية ونخلص منه وترجع الناس تعيش بسلام ويبطل هو السبب لنهاية حياة كتار من يلي منعرفهم على هالأرض. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أهلنا يا ربنا يسوع المسيح في هذا الأحد المبارك أن نسبح قيامتك بقلب طاهر وضمير نقي، ونشكرك مع أبناء البيعة المقدسة ونمجدك وأباك وروحك القدوس أنا وإلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام والرجاء بني البشر. برخ مربون لنرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى السيد الصالح الرحيم الذي تنازل وتجسد برافته وذاق الموت بإرادته عن الميتين
ونزل إلى لجة الموت وأبهج التلاميذ بقيامته وأنار الشعوب بنور خلاص ارحموا من يستطيع أن يمدح بحر حنوك يا كلمة الله؟ أي صوت يقدر أن يباركك فائقا كل مديح؟ إن كل عقل وكل لسان لأعجز من أن يصف الآيات التي صنعت في يوم أحد قيامتك من بين الأموات. لذلك نهتف مع داود المرتل قائل: إن هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، تعالوا نسل ونفرح فيه. الآن نطلب إليك أيها المسيح إلهنا أن تمنحنا غفران خطايانا، نعطر هذا البخور الذي نقدمه أمامك. أرح المتضايقين، فرج عن المكروبين، رد البعيدين، أدبر القريبين، اهدي الرعاة، قدس الكهنة، نقي الشمامسة، سامح الخطأ، احفظ الأبرار، اكفي الأيتام، عين الأرام، الأبعد الثورات، لا أنشي الفتن، واذكر الموتى المؤمنين، ارحم في الملكوت السماوي، فنعيد معهم العيد الذي لا ينتهي برخمه ربو. ونرفع المجد إليك وإلى أبيك المبارك وروحك الحي القدوس إلى الأبد. آمين. هيا نغدو للصلاة والقربان مثل البر إبراهيم، كي نلقى وجه الإله، وجه اللطف في صبح اليوم العظيم. هاليلويا مجد النعيم. يا يوم الرب المنير، فيك نشدو ندعو فادينا الحنان. يا من بالحب الكبير جئت الأرض، خلصت بني الإنسان. هاليلويا لك الشكر. في ذاك اليوم الرهيب، يوم تأتي فوق أكتاف اللهيب، ديانا للعالمين، ربي هبنا أن نلقاك منشدي. هاليلويا والقديسين. اقبل يا ربنا هذه العطور العذبة، وأهلنا أن نبشر مع الملائكة بقيامتك، ونكرز بها مع النساء التلميذات، ونفرح مع الرسل الأطهار، ونرفع المجد إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. قديشات ألوه قديشات، حايلتون قديشات لمو يوتو.
اترحم علي. قد شات له قد شات حيلتون قد شات لميوت. اترحم علي. قد شات له قد شات حيلتون قد شات لميوت. اترحم علي. أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا، ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد. آمين. يوم العيد تعالى، يوم الأحد الفتن، منك البهج تلالى في الملك والإنسان. اهتفوا في الأعالي يا يوم الرب الفتن، مجدوا الرب العالي في الملك والإنسان. يا سبحان من أعلى الأحد فوق الأيام، فيه الإنجيل يتلى والكهنة خدام. فصل من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس. وبارك يا سيد. المجد لربنا سيد بولس والرسل، والتحل بركة الله على القارئ وعلى السامعين وعلى هذه الرعية من الآن وإلى الأبد. يا إخوتي، نحن سفراء المسيح، وكأن الله نفسه يدعوكم بواسطتنا، فنسألكم باسم المسيح تصالحوا مع الله. إن الذي ما عرف الخطيئة جعله الله خطيئة من أجلنا، لنصير نحن فيه بر الله. وبما أننا معاونون لله، نناشدكم ألا يكون قبولكم لنعمة الله بغير فائدة، لأنه يقول: في وقت الرضا استجبتك، وفي يوم الخلاص أعنتك. فها هو الآن وقت الرضا، وها هو الآن يوم الخلاص. فإننا لا نجعل لأحد سبب زلة لئلا يلحق خدمتنا أي لوم، بل نظهر أنفسنا في كل شيء أننا خدام الله بثباتنا العظيم في الضيقات والشدائد والمشقات، في الضربات والسجون والفتن والتعب والسهر والصوم، وبالنزاهة والمعرفة والأناة واللطف والروح القدس والمحبة بلا رياء، في كلمة الحق وقوة الله، بسلاح البر في اليدين اليمنى واليسرى، في المجد والهوان، بالصيت الرديء والصيت الحسن، نحسب كأننا مضللون ونحن صادقون، كأننا مجهولون ونحن معروفون، كأننا مائتون وها نحن أحياء، كأننا معاقبون ونحن لا نموت، كأننا محزونون ونحن دائما فرحون، كأننا فقراء ونحن نغني الكثيرين، كأننا لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء، والتسبيح لله دائما. هللويا وهللويا. هو ذا اليوم الذي صنعه الرب، تعالوا نسر ونفرح فيه. هللويا. بشارة مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا، يقدم البخور إلى مراعاه.
السلام لجميعكم. ومع روحك. إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. قال لوقا البشير: عاد يسوع بقوة الروح إلى الجليل، وذاع خبره في كل الجوار، وكان يعلم في مجامعهم، والجميع يمجدونه. وجاء يسوع إلى الناصرة حيث نشأ، ودخل إلى المجمع كعادته يوم السبت، وقام ليقرأ، ودفع إليه كتاب النبي أشعيا. وفتح يسوع الكتاب فوجد الموضع المكتوب فيه: روح الرب علي، ولهذا مسحني لأبشر المساكين، وأرسلني لأنادي بإطلاق الأسرى وعودة البصر إلى العميان، وأطلق المقهورين أحرارا، وأنادي بسنة مقبولة لدى الرب. ثم طوى الكتاب وأعاده إلى الخادم وجلس، وكانت عيون جميع الذين في المجمع شاخصة إليه، فبدأ يقول لهم: اليوم تمت هذه الكتابة التي تليت على مسامعكم حقاً والأمان لجميعكم. للمسيح يسوع التسبيح والبركات، من أجل كلامه الحي لنا. للمسيح يسوع التسبيح والبركات. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. اليوم تمت هذه الكتابة التي تليت على مسامعكم. أخوتي بالمسيح، إنجيل اليوم بالأحد التاسع من زمن العنصرة هو برنامج يسوع إلهنا المخلص، وبرنامج كل رسول بيجي من بعد يسوع وبيؤمن بيلي علمنا إياه يسوع وبيجرب يعيشه بحياته. يسوع يلي حمل الخبر السار للمساكين، هو يلي أطلق البشرية من الأسر تبعوله، أسر الخطيئة، هو يلي رجع البصر للعميان، هو يلي أطلق المقهورين أحراراً، هو يلي طلب منا وعيش معنا حتى نعيش كل يوم ويكون هو يوم مقبول قدام الرب. نحن مدعوين اليوم حتى نعلن إيماننا من خلال إنجيل اليوم، ونقول هذه إرادة الله أنه كل واحد منا يؤمن أنه هو انغسل بدم الحمل وأصبح ممتلئ من الروح القدس. وهذه دعوة لنا حتى كل واحد منا يردد كلام الرب يسوع: روح الرب علي، مسحني وأرسلني لأبشر المساكين. نعم أخوتي، روح الرب يلي هو على يسوع ويلي هو روح يسوع وروح الآب كان منذ البدء، ولكن تجسد يسوع وموته وقيامته منحنا الروح القدس اللي نحن عم نعيش هلأ بزمن العنصرة، حتى كل واحد منا ياخذ قوة ويقدر يجسد الإيمان يلي موجود ويلي طلبه الرب. طبعا خبرنا القديس لوقا بإنجيل اليوم إنه يسوع مثل عادته بيروح يوم السبت، يعني هذا يوم الرب، ونحن كمان على خطى يسوع منجي يوم الرب
اللي صار لنا يوم الأحد، اليوم الأول من الأسبوع، ذكرى أيام الرب من بين الأموات. هونيك انعطى له الكتاب حتى يقرأ. وقت يلي فتح الكتاب مثل ما سمعنا بحسب أشعيا: روح الرب علي مسحني وأرسلني لأبشر المساكين. عاش يسوع قدامنا على هالأرض حتى نحن نقتدي فيه مثل لنا، ونروح لعالمنا المحتاج لإعلان عمل الروح القدس بحياتنا. نحن متأكدين وواثقين أن روح الرب علينا. هيدي الثقة عاشوها الرسل. بطرس ويوحنا بأعمال الرسل فصل 3، وقت يلي رايحين على المجمع التقوا بالكسيح قدام الهيكل، وهونيك هيدا تعود من أول ما خلق يستعطي، وتطلع فيهم وناطل منهم يعطوه مال. شو عنده بطرس ويوحنا؟ بطرس بيقول له: لا فضة عندنا ولا مال، ولكن من يلي عنا منعطيك. شو عندهم؟ عندهم قوة يسوع. لهيك قال له: لك أقول باسم يسوع قم احمل فراشك وامشي. ورفع مسكه بإيده وأقامه وانطلق هذا الإنسان الكسيح. بس بطرس كان واثق أنه هو عنده الروح القدس، عنده قوة يسوع، لهيك قدر يعمل هالعمل. وهيك الرسل كمان عاشوا على مثال المعلم. بيخبرنا أعمال الرسل كيف راحوا للآخرين وهن مليانين من الروح القدس، وحرروا بهديك الأيام الكتار، وأيقنوا أن روح الله معهم. هذا الإيمان يلي كان عندهم إياه شفيوا فيه العالم يلي حولهم، شفيوا من الحقد، شفيوا من الظلم، شفيوا من كل الرذائل. كرمال هيك آمنوا كتار بهديك الأيام. لكن من هون نحن أخوتي علينا نآمن أن روح الله معنا، نمسحنا بالمسيح بالروح القدس، حتى كل واحد منا يروح ويفتش عن الإيمان الموجود بقلبه يلي انزرع، ويلي الرب أكد لنا أنه إذا كان عندنا إيمان قد حبة الخردل وهالإيمان موجود، ما علينا إلا نشيل عنه الغبار العالقة. وهذه دعوة لنا، مثل ما عملوا الرسل واقتدوا بالمعلم، نحن كمان على خطاهم بدنا نقتدي بالمعلم ونظهر مجد الله قدام أولادنا، يشوفونا واثقين من أنه روح الله معنا وفينا، وبدهم يشوفوا روح الله فينا من خلال تحررنا، من خلال انطلاقنا للآخرين، من خلال المحبة يلي منظهرها، من خلال الأعمال يلي منقوم فيها. هل نحن قادرين نقول روح الرب علي مسحني وأرسلني لأبشر المساكين؟ هذه إرادة الله أخوتي، هذه منا فكرة ولا عبارة عم نقولها، ولا صورة حلوة أو صورة عن الكلمة يلي قالها يسوع عم نرددها. نحن عم نحكي عن شيء حقيقي. إذا احتفلنا بعيد مار شربل، إذا احتفلنا بعيد مار الياس، هو يلي قال له: استجبني يا رب، استجبني يا رب، قدر يوقف بوجه كهنة البعل والرب استجاب، كان واثق أنه روح الله معه. وهيك كمان منشوف حتى شمشون الجبار كان يعرف أنه عنده قوة، كان واثق من هيدي القوة، ويعرف أنه هيدي القوة موجودة معه. وقت يلي يشعر فيها يعرف أنه هيدي قوة من الله، كان يعمل العظائم. وهيك كل واحد منا مدعو أخوتي حتى يعرف أمتى هالقوة موجودة فيه. طبعا وقت يلي منترك أعمال إبليس وأعمال الشر ومنتحد بيسوع المسيح ومنعمل أعمال الخير، هون بيكون روح الله فينا ومنعمل العجائب على مثال يلي سبقونا. نعم يا رب، أيها الروح القدس، أنت اللي رفقت يسوع مثل ما أنت وياه واحد رفقته على الأرض، أنت يلي رفقت الرسل ورفقت كل أبائنا يلي سبقونا من رعاة بالكنيسة وأنبياء ورسل وإنجيليين ومعلمين. نحن اليوم نجدد عهدنا معك، نحن يلي نغسلنا بدم يسوع، كل واحد منا قادر يقول أنا منهم. السؤال بيبقى: هل أنا بآمن أني أنا من هالأشخاص
يلي انغسلوا بدم يسوع، هذا اللي رح نعمله هلا اخوتي بهالذبيحه. نحن اللي عم نشترك مع بعضنا، انتم عم تشتركوا من محل ما انتم، نجدد ايماننا انه يسوع غسلنا، غسلنا من كل خطيئه، حتى كل واحد منا يرجع يجدد ذاته. خلي الروح القدس يجددنا ونكون هياكل يسكن فيها يسوع ويرتاح ويقدر يصنع من خلالنا العجائب. للثالوث الأقدس المجد من الآن وإلى الأبد، آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس، الرب المحي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموت والحياة الجديدة في الدهر الآتي، آمين. بيت الوت مدب حيد الوه والوت الوه دم حادط اليوت وينوب صوغ الطيب وطوخ يعول البيت وصغود بهيك لوت قوت شوت ديحل طخ موري ودبارين وبزادي قوتخ آلفين صلاة وعلي وطول مرا قالوهن قابل قربون وخنت رحم علين هللويا قال الرب إنني الخبز المحيي لاتي من حضن الآب قوتا للعالم قابلاني حضن العذراء الأم النطي العذراء مريم مثل حبات القمح في الأرض الخصبة صرت فوق المذبح قوتا للبيع هاليلويا وخبز حياة. أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس، أجزل عليهم بركاتك الروحية، وبدل عطاياهم الزائلة هب لهم الحياة والملكوت، آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، ولا سيما الطباوية والدة الله مريم سيدة المعونات، ومرمرون ومار شربل والقديسة رفقة والقديس نعم طلة والشهداء الطباويين المساكيين والطباوي الأب يعقوب الكبوشي والأخ اصطفان النعمي. اذكر اللهم آباءنا وأمهاتنا، إخوتنا وأخواتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة، أبناء رعيتك هذه الحاضرين والغائبين الأحياء والأموات، وكل من طلب أن نذكره. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان، آمين. اقبل يا واد التائبين بحنو حلمك وعذوبتك، البخور المقدم لك من المؤمنين ابناء بيعتك، بأيدي أرباب الكهنوت لرضاك ربنا وراحة لاهوتك،
وكما قبلت براس الطور قربان إبراهيم خليلك شبه ما لذت لك طيوب هارون كاهن شعبك يلذ لك ربنا بخورنا وارضى عنا مولانا بوفور رحمتك. نافور مار بطرس همة الرسل 751. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الآب إله السلام وسيد الأمان، هب لنا جميعا وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع بقبلة لا غش فيها، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. سلام لك يا مذبح الله، سلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، سلام لكم يا إخوتي بالمسيح. ليعطي كل واحد منا السلام قريبه بمحبة وأمانة ترضي الله. أمامك يا رب ننحني لنقبل منك البركة والمعونة لضعفنا، لأنك للجميع الملجأ والمعين، وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. يا رب أضئ بوجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر، وامحو جميع مخالفاتنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إنا نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين. قدوس 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 أنت الرب القوي إله الصمود السماء العظيم هوشعنا في العلا في العلا هوشعنا في العلا. إنك القدوس اللهم الآب وكثير المراحم، لأنك بحبك للبشر أرسلت ابنك إلى العالم فتجسد من مريم البتول لخلاصنا. وبيومه هودق دمحة شودي لمعبد حي نساب اللحم بداو قديش طول وبارخ قادش وقصويا بالتلمدا وكادوما
ساب أخول منه كل خون هونو دني تاو فغرو الدير دحلوف يكون وحلوف ساقية ما تقصي وما تهب حصويت حوبي والحاية دلع لمع المين خانوا عالكوس ودمزغوا من حمرو من ما يبارخوا قادش ويا بالتلمدا وكادو مار سابش تاو من إيه كل خون هونو دني تاو دمو الديل دياتي خحداتو دحلو فيكون وحلو فساقية متشد ومتهب حصويت حوبي والحايب ده العالم علمي وبهذا أوصاهم وحدهم قائلا كل مرة تكملون هذه الأسرار تذكرون موتي وقيامتي حتى مجيء نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاصي ومجيئك الثاني نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطأ بل ترأف بنا وارحمنا وأشح بوجهك عن خطايانا وعضدنا لهذا تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا أرهب ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على ذا القربان الموضوع لتقديسنا فلنقف مصلين خاشعين ارحمنا اللهم ارحمنا وأرسل علينا وعلى هذه القرابين روحك القدوس فيعددنا ويسامحنا استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى ذا القربان كيريا ليسون كيريا ليسون يجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا أمين ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا أمين فتكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية أمين اقبل يا رب ابتهالنا وطلبتنا وامنح الأمانة لشعبك والسلام لرعيتك واحفظ رعاتنا مار فرانسيس بابا روما ومار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاكي ومار بولس مطراننا وأبينا مارجي وعدد الكهنة والشمامسة وخدمت بيعتك المقدسة
ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا، نسألك يا رب. يا رب ارحم واذكر يا رب من طلبوا أن نذكرهم ومن راموا أن يقربوا فما استطاعوا، واذكر من يعضدون بيعتك المقدسة، كن لهم سترا وملجأ لأنك مخلص الجميع، نسألك يا رب. يا رب ارحم. اذكر يا رب المسؤولين المدنيين في بلادنا وفي العالم كله، ألقي في ضمائرهم ما يعود على شعبك بالأمان والسلام، نسألك يا رب. يا رب ارحم. واذكر يا رب البتولة القديسة والدة الله مريم ومعها جميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين والقديسين كافة، ساعدنا بصلواتهم وأهلنا لحظهم ونصيبهم، نسألك يا رب. يا رب ارحم. اذكر يا رب الآباء الأطهار والملافنة الذين رقدوا واستراحوا بين القديسين، واذكر من اجتهدوا فحملوا بشارتك إلى العالم كله وثبتوا بيعتك المقدسة في الإيمان المستقيم، أعضدنا بصلواتهم وثبتنا في محبتك، نسألك يا رب. يا رب ارحم. اجعل يا رب ذكرا صالحا لآبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الراقدين هنا وفي كل مكان. اغفر لنا ولهم الخطايا والزلات، لأنه ما من أحد بدون خطيئة، إلى ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران الخطايا لنا ولهم. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد، آمين. آمنا نقربنا نحطمنا. يا معشر الحبيب عظيم الرب في صنعه العجيب أظهر الحب، جاء من دار العلاء رافعا كل البلاء، وعلى الصليب تمم الأمر. يا قربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. نضرع إليك اللهم الآب معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين. لا تدخلنا يا رب في امتحان التجارب، لأننا لا قوة لنا عليها، بل نجنا من كل شر، لأن لك الملكوت والقدرة والمجد ولابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد، آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك نحن رؤوسكم أمام الله الرؤوف، وأمام مذبحه الغافر، وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي من يتناوله، واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب الساجدين لك المنحنين أمامك الضارعين إليك، وأهلهم لمراحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير،
ونرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. أحب مساكنك يا رب الجنود، تشتاق وتذوب نفسي لديار الرب، ويرنم قلبي وجسمي لله الحي. وأيضا بك يا رب نعترف والتسبيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا يا محب البشر. ارحمنا، ارحمنا يا رب، يا حنون يا رحوم يا محب البشر، ارحمنا. نشكرك أيها الآب على هذه الموهبة التي منحتناها، ولو كنا غير أهل لها لا تخجلنا بخطايانا بل عضدنا وخلصنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك ابسط أيها الرب يسوع يمينك وبارك شعبك، احفظهم بصليبك وكن لهم سترا وملجا،
وكملهم بفيض بركاتك، فنرفع معهم المجد والشكر إليك وإلى أبيك المبارك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. اذهبوا بسلام يا أخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد. آمين. يا مريم نحن بنوك في خبائك نحتمي ونحيي في لقاك أم فادينا العلي، فهلمي لحمانا أسرعي نحو الغريب، ما لنا إلا الرجاء ودعاك في الشقاء، إليك يا عذراء قد تهافتنا.